تجارب كل يوم بنقابلها بتدينا الأمل، بتعلمنا التحدي والإرادة، بتعلمنا إنه مفيش دايما صعب ومفيش مستحيل. لو أردنا إن احنا نغير هنغير. التجربة اللي معانا النهاردة أو النموذج الرائع الملهم هو لسيدة مصرية، وكالعادة يعني ما أكثر السيدات المصريات الملهمات المشرفات اللي بيضربوا لنا نماذج في التحدي والإرادة والصمود. مدام أميرة سيدة أربعينية وقررت تمحو أميتها لسبب مهم جدا جدا، إنه ابنها ربنا يبارك لها فيه يا رب ويشفيه مصاب بسرطان الدم، وما كانتش بتعرف تقرا الروشتات الأدوية وإزاي تديله الدواء في مواعيد إيه. عشان تعرف تقرا كل الكلام ده قررت إن هي تتعلم وتمحو أميتها. تجربة مهمة وملهمة لازم نعرف تفاصيلها مع حضراتكم النهاردة. واسمحوا لي أرحب بضيفتي الكريمة أميرة سلامة، أهلا بحضرتك. أهلا بيك. ونجلها الجميل كرولوس 11 سنة ونص، أهلا بيك يا كرولوس. أهلا بيك وصباح الخير. وصباح الخير عليك يا قمر، ربنا يشفيك يا رب إن شاء الله، يتم شفاءه عليه قريب إن شاء الله. مدام أميرة احكي لنا الحكاية كده بشكل سريع جدا. بشكل سريع، أنا معايا 3 أطفال كبار، ولادي الكبار هم اللي شجعوني، كنت أشوفهم على طول هم بيذاكروا، كنت اقول لهم نفسي اذاكر زيكم. بعد كده ولادي ابتدوا يعلموني ألف وابتدوا يجمعوا له الحروف. وبعد كده لقيت في فصول عندنا يعني في الكنيسه نحو اميه، ابتديت اروح وعملوا لي امتحانات ونجحت. بس اللي كمل معايا ولادي مارينا ومينا. يعني البدايه كانت من ولادك، هم اللي بداوا معاكي. أيوة. وبعد كده كملوا. ايوه. بعد كده ابتديت انا ايه احط ايه رجل على اول الطريق. ابتديت اقرا، ابتديت اكتب، بقيت تحسب، بعمل كل حاجه لوقتي انا بقرا. ما شاء الله. وبعد كده جت تجربه كرولس. طبعا لما تبقى واحده اميه واقفه قدام دكاتره في 57 لازم تكون عندها وعي. احنا مش عايزين دموع، نزيف ابتسامة حلوة. أكيد. أنت جاية النهاردة لازم تنورينا. نبدأ. أيوة. في 57 عندنا وعي عشان أقدر أعرف نتيجة ابني إيه. وإن إزاي أقدر أتحدى الصعوبات اللي هتقابلني. بالفعل نشكر ربنا، الحمد لله. الحمد لله. مع كلامي مع الدكاترة ابتدوا يفهموني. وأنا دلوقتي المقيمة مع كرولس. ونشكر ربنا الحمد لله. نعتبر كرولس عدينا يعني. بقاله كام سنة كرولس في الله. أدي لي 2 ونص في 57. أنت منين من الصعيد؟ إحنا من قرية من صملوط، من قرية اسمها قرية أبو سيتو. وبتيجوا من صملوط لمستشفى 57؟ أيوه. كل قد إيه يعني؟ باجي كل في الشهر باجي دورين. مرتين في الشهر. وإن إزاي إن إزاي إن واحدة من الصعيد تتحرك وتيجي القاهرة أم الدنيا وحديها، دي برضو كانت حاجة غريبة علينا. طبعاً. إن إحنا الصعايدة مش بيطلع غير برجالة، وإن غلط إن الحريم يطلع، إن واحدة تطلع وتعرف. لا بس إحنا ستات الصعايدة ب 100 راجل، معلش يعني. أو ب 100 ست مش 100 راجل. لا يعني ستاتنا، بصوا ستاتك يا مصر وستات الصعيد حاجة تفرح بالتأكيد. أكيد. بالتأكيد. والإرادة أهم شيء. احكي لنا حكاية بقى العلاج. أول ما عرفتي إن ابنك الصغنن الجميل عنده مشكلة، وإزاي جيتي وإزاي خدتي هذه التجربة؟ أنا أول ما عرفت أنا قعدت سنة بجري بيه، الدكاترة في الصعيد مش عارفين. جه دكتور قال لي اعملي لي بازل. جينا عملنا البازل، طلعت الدكتورة من جوه قالت ابنك مريض كانسر. صح، أنا اتصدمت. بس في نفس الصدمة إني أنا طلبت معونة من ربنا وإرشاد إنه يقدر يقف معايا في الموضوع ده. علشان انا كنت وحدي وبابا كان غايب، انا اللي اعتبر ربيت التلات عيال، باباهم كان مسافر على طول. يعني انت شايله المسؤوليه كلها لوحدك، كل حاجه، بيت ودنيا واطفال. كان بيشتغل بره مثلا او مش مسافر؟ كان بره يعني. كان بيشتغل بره، ولما عرف كرولس مريض كانسر رجع. بس جيت بعد كده لما جبنا التقرير قالوا لي المستشفى الوحيدة اللي تقدر تعالج ابنك 57. اتحركت على طول عليا هنا، قالوا لي بالفعل ابنك عنده لوكيميا، بس احنا ما نقدرش ناخده غير لما يتحط في الانتظار، قائمة الانتظار.
طبعا هم عرفوني ازاي ان انا اخف الالم من غير ادي ادويه. وبالفعل بس لقيت في يوم اتصلوا بيا وقالوا لي تعالي وجيت. هو بيروح مدرسه كرولوس من الاوائل ما شاء الله. كرولوس جميل، انت زي القمر، لسه بقول له في شبه رشدي اباظه بجد، معجبه بيه جدا امور قوي يعني. قول لي بقى، في المدرسه والمذاكره ماما بقت بتساعدك؟ هي دلوقتي بقت بتعرف تقرا وتكتب، بتساعدك في المدرسه وكده؟ هي ذكرت لي كل حاجه وخلتني فاهم الامتحان وكل حاجه. خلتني فاهم. انت من الاوائل، نفسك تطلع ايه لما تكبر؟ تشتغل دكتور. ايه؟ دكتور ايه؟ اورام. اورام يا حبيبي يا حبيبي. قولي بقى، وانت بتروح 57 بتروح وبتتبسط وبتلاقي الناس هناك بتعاملك ازاي، وبتلاقي صحاب صغيرين وناس كمان هناك او اطفال صغننين بيتعالجوا معاك؟ كلهم معاملتهم حلوه. كلهم كلهم معاملتهم حلوه. فاحنا المرض ده لازم ما تكونش عندك رضا، لازم تكون عندك رضا عشان تهزمه، مش بالدواء لازم تهزمه، لا لازم يكون عندك رضا عشان تهزمه. مين قال لك الكلام الحلو ده؟ تقدر عليه. مين اللي قال لك الكلام الحلو ده، ان انت لازم في المرض ده يبقى عندك الاراده اهم من الادويه عشان تقدر تهزم؟ انا. انت اللي عرفت. انت يعني. كل التحيه بالتاكيد لكل القائمين على مستشفى 57، شايفين بالتاكيد قد ايه دورها مهم، وقد ايه يعني اطفال صغيرين حياتهم بتتغير بشكل كبير، وربنا يديمها يا رب ان شاء الله نعمه ان احنا نقدر سريعا ننقذ اطفالنا. معانا قولي الو. حد متصل بيكي النهارده؟ بالظبط، اتفضلي. الو، علي صوتك شويه. يا ماما. الو. ايوه ماما، عامله ايه؟ صباح الخير. سامعه؟ مين ده بقى؟ عرفي الناس بقى. علي صوتك شويه. يا ماركو علي صوتك يا ماركو. يا ماركو علي صوتك يا ماركو. قاعد بيقول لك ايه يا ماما، ايه يا ماما. معانا على التليفون ماركو ابن مدام اميره، وهو موجود ومقيم في روسيا. اهلا بيك يا ماركو، صباح الخير. اهلا بحضرتك، صباح النور. منورنا. انت بقالك كتير ما كلمتيش ماركو؟ لا بكلم على طول. على طول. قول لنا يا ماركو بقى، كنت مع ماما ازاي ودعمتها ازاي وشجعتها ازاي انها تتعلم، والرحله دي كلها كانت ازاي؟ هي كان عندها شغف الحياه دي، تمام؟ فما كانش، ما كنتش انا باب المجهود على جد، فهي كانت عايزه الحياه دي يعني. فكانت بتستوعب معانا بسرعه انا واختي يعني. كانت شاطره، وانت طالع شاطر ما شاء الله يعني. دكتور، انت بتدرس طب في روسيا ولا سافرت بعد ما اتخرجت؟ لا لا، بدرس طب. بتدرس. طب في يعني في التجربة اللي عدت بيها والدتك وأخوك الجميل في محاربة السرطان، إزاي ساعدتهم؟ يعني التجربة دي محتاجة برضو طول الوقت يبقى في طبيب قلبه عليهم، وانت يعني أخوه فما فيش أقرب من كده، إزاي كنت بتدعمهم في الفترة دي؟ بالظبط يعني، هو الموضوع حصل جدا لما سافر فترة يعني، فكانت دايما الكلمة اللي تصبر عشان طبعا اوريدي انا بيبقى قلبها وجعها على ابنها وكده، طبعا فكانت الكلمه اللي تصبرها، وعايزه يعني الراجل اللي اسمه الزهره في وقت غياب ابوه وكده، فالواحد كان بيعمل على قد ما يقدر ان هو. كنت ساعتها تقرا روشتات مثلا بتاعت الادويه، تشوف كنت بعمل كل ده يعني، كنت بدخل معاها عند الدكتور بتفهم انا مع الدكتور الكلام دوت يعني. عايز تبقى تخصص ايه؟ تخصصت ولا لسه يا ماركو؟ أنا أسنان الحمد لله. أنت أسنان. ربنا يا رب يتمم لك على خير، وشكرا. وشكرا طبعا اتصالك النهارده، وربنا يوفقك. وطبعا مثال جميل جدا، أنت أول ابن طبيب ما شاء الله، والبنوتة الثانية كمان تمريض، فيعني أنت واخدة الاتجاه كله. وكرولس هيبقى دكتور برضه، ودكتور أورام. فيعني مينا ماركو كان بيروح معايا، كان في ثالثة ثانوي لما عرفنا الخبر، كان بيروح معايا عند الدكاتره معايا، وكان بيشجعني بصراحه. وكان بيبقى معايا كل الكتب، كنت انا اخش للدكتور واطلع الاقيه قاعد على السلم، قاعد على الكرسي بيذاكر. يا حبيبي، علشان يرضى. تجربه يعني ومسؤوليه كبيره يا مدام اميره، ام ثلاث اولاد لوحدك، زوج مسافر، وطفل بيحتاج علاجه السفر من محافظه لمحافظه، كنت بتعملي ده ازاي؟
انا ابو ماركو اول ما عرف ان كرولس مريض كانسر رجع كنسل ورجع كان واقف معايا على طول، كان ساندني، ابتدى هو اللي يعلمني هنمشي كده ونحوط كده ونروح كده ونتحرك كده، وبعد كده اضطر ان هو يمسك شغل طبعا، وانا اللي ابتديت اقود المرحله وحدي. يعني هو كان معاكي في المراحل الاولى، يعرفك ايه الخطوات اللي انت المفروض تعمليها، وازاي السفر مثلا 57 وبتعملوا ايه وكده، وبعد كده انت بقى شلتي المسؤوليه. ايوه، وهو بعد وهو كده ابتدي للشغل. ونشكر ربنا الحمد لله يا رب دايما. طب واحكي لنا بقى على مارينا بنوتك الحلوه. مارينا مش هقول انسانه ممتازه، هي انسانه رائعه، كانت على طول. انا عمري ما مين يشهد للعروسه ربنا يخليها لك يا رب. انا عمري ما مسكت ولادي وقلت لهم انتوا ولادي، ان انا امر وانهي فيهم، لا. العيال مش كده او الاطفال مش كده، بالعكس انت لما تصاحبيهم وتاخديهم في حضنك على جال هم هيتفتحوا، هيقولوا لك اللي في اللي معاهم. انا مارينا دي كنت معتبراها اختي، نشور مع بعض، نتكلم مع بعض، نتحرك مع بعض. انت واضح ان انت اتجوزتي بدري، لان انت صغيره ما شاء الله، وعندك يعني عريس وعروسه والامور الصغيره، فواضح ان انت اتجوزتي بدري، فعشان كده هي صاحبتك. ايوه. انتوا رايحين دلوقتي جلسه علاج؟ جلسه مش كيماوي. كده؟ جلسه كيماوي. بتعملوا ايه؟ الطقوس بتستعدوا ازاي؟ بتستعد ازاي يا كرولوس للموضوع وانت رايح؟ يعني بتحب تعمل ايه قبل ما تروح؟ بتجيب مثلا حاجه حلوه؟ بتعمل ايه؟ بتكلم اخواتك؟ بتكلم بابا؟ مثلا وانا قاعد، خلي صوتك شويه يا كرولوس. مثلا وانا قاعد اتصل على اخويا اطمن عليه، وهم يطمنوا عليا لان وصلت مصر ولا لا. وانا قاعد ماما بتجيب لي شيبسي اكله. بتجيب لك شيبسي وتاكل؟ بس الشيبسي بطاطس المقلية والحاجات دي مش هي صح، هي اللي بتعمله لي في البيت، هي اللي بتعمله لك. لا كده، لا كده 100 100. طب احنا وصلنا بقى في مرحله ايه في العلاج؟ طمنين عليه يعني. نشكر ربنا، هو مستجاب للكيماوي ما شاء الله، والدكتور قال فيه تحسين كبير. طيب نقول الو بقى مره تانية اقطعك، وبرده معانا تليفون. الو الو ماما مريم. التليفون المره دي من ايطاليا بقى. كرولوس هو اللي عرف صوتها على فكره. التليفون من ايطاليا. صباح الخير يا مارينا. صباح النور يا فندم. عندك صباح ولا مسا ولا ايه؟ احنا الفرق بيننا لا صغير، عندك صباح دلوقتي. اخبارك ايه يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ ماما لسه رافعه راسنا. انت اللي رافعه راسنا وماما رافعه راسنا، والقصه الملهمه الحقيقه يعني حاجه جميله جدا. احكي لنا بقى ازاي كنت جنب ماما في الرحله دي. والله هو الفضل طبعا لربنا اولا، ثم ماما كانت عليها حمل كبير خالص. يعني انا ساعدت في حاجات بسيطه، هي فعلا اللي تستاهل الشكر، وهي فعلا تستاهل ان الواحد يدعمها، لان هي تعبت كتير. هي مش بس تعبت بس في مرض مكاري، ده كان قبل مرض مكاري كمان باباها كان برضو عنده نفس المرض، وكانت برضو بتمشيله من بلد لبلد علشان تقدر تروح تجيب الاشعاع والكيماوي. تمام. وكانت متحمله برضه مسؤوليه بيت وعيال وزوج غير باباها، وبعد كده استلمت موضوع مكاري. ويعني حقيقي انا مهما اقول ومهما يعني ادي مساحه كبيره، مش حقيقي مش هقدر اديها القيمه بتاعتها. مارينا عايزه اقول لك انت اكيد عارفه برضو كرولوس رايح عنده جلسه كيماوي دلوقتي بعد الحلقه، تقولي له ايه؟ بتدعميه ازاي؟ بتشجعيه ازاي؟ كرولوس ده اساسا يعني بنستمد منه القوه، ده هو اللي بيدعمنا حقيقي. يا حبيبتي ايه الكلام الحلو ده؟ هو حد شاطر خالص وممتاز جدا في دروسه وفي مدرسته وفي دنيته دي كلها حقيقي. واجتماع خالص. هيبقى دكتور ان شاء الله، يعني وهنفرح بيه كلنا. شكرا ليكي جدا يا مارينا، بتكلمينا من ايطاليا، نورتينا. وقبل ما نختم يا كرولوس قول لي حاجه نفسك فيها. نفسي اطلع دكتور بس واعالج الاطفال. ان شاء الله هتبقى دكتور وهتعالج الاطفال، وان شاء الله ربنا يتمم عليك الشفاء قريبا. وشكرا، شرفتينا نموذج للمراه المصريه السعوديه البطله.
الأستاذة أميرة سلامة، وطبعا الطفل الجميل كورولوس، والدكتور الصغنن كورولوس. شكرا، ربنا ان شاء الله يتمم عليك بالشفاء قريبا. شكرا لوجودكم معانا. خلصت حلقتنا، بالتاكيد طاقه ايجابيه وطاقه جميله. ربنا يا رب ان شاء الله ندعي كلنا بقى لكرولس ان شاء الله ربنا يشفيه. خلصت حلقتنا، بكره ان شاء الله.